عارف يا جمال؟ امي اتصلت عليه بالتليفون قبل شويه قالت الحيطه بتاعته في البلد هناك وقعت. ما يكون في زلق عوق؟ لا ما في زلق عوق لكن زي ما هي وقعت والله. الله وبعدين ما عارف يتصرفوا كيف، انت عارف الفتره دي ما حيكون عندهم قروش كده. ما مشكله زول احول لهم قروش والله. والله يا سلام يا سلام عليك يا جمال، انا كنت متاكده انك حتقول كده. والله يا اخي مشاكل كتير زادت يا اخي، حيطة وقعت في البلد ولد عمي جاي خرطوم هنا يفتش له شغل ما عارف انه يقعد وين زاته يا اخي. ولد عمي؟ محمد جاي هنا؟ بالله؟ والله ما عارف انه يقعد وين، ما عارف انه بسيط يا اخي؟ يقعد معاك هنا؟ يقعد معانا هنا؟ يقعد في البيت ها؟ لا يا جماعه يا اخي والله يا كده يعني. لا لا يا اخي كم ولد عمك يا اخي يقعد يقعد معانا ما في حاجه. يا سلام يا اخي انا كنت متاكد انك حتقول لي كده. معلش كتبت عليك الطلبات يا جماعه. أهلاً سلام عليك. هذول هنا الناس هذول لكم شوف رزقك هذول ها جمال. عليكم السلام. قول بسم الله. كيف حالك؟ سهلك طيب؟ كيف حالك؟ تمام الله يكرمك. الله يرفيك. الله يسلمك. الله يسلمك. نوم العافية إن شاء الله. الله يرفيك. هلا ما عندك عوية؟ لا الليلة هو الجمعة بس. الليلة الجمعة يعني نايم ساكن. الحمد لله. ماك عيان. الحمد لله. ايوه حاج سنه صعب خلاص. لا والله لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما سفر السفر مو هين. بعدين ننزل ونطلع ننزل والله كويسين الحمد لله. يسلم عليك والله سلام شديد والله. الله والله يسلم عليكم فردا 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 فردا. الله والله ما خلي زول. الله يرفيك. كيف حالك كذي؟ تمام الحمد لله. نعلك طيب الحمد لله. الدنيا معاك كيف؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. هذا التليفون عليك الله. هذا التليفون ده يا جماعه قلت لهم من نص الكريم قالت تدينا تليفون تطمنا. باقي يا اخوي العلامات دي بقت تتقلب ساكت والصدمات كثرت. ايوه انا اطمن اهلي ليه اقول له انا وصلت بخير جدا. هاي عليك الله. طيب ما شاء الله شكرا. ها شفت كيف؟ قلت انا ما وصلت طوال الدنيا التليفون اقول له انا وصلت بخير وفي امان الله. أنا قلت لهم أول ما أصل طوالي بضرب لكم تليفون أطمنكم، باقي العلامات ده أخوي بقت تتقلب ساعة يا هام إذنك نضرب. تفضل. 2 5 2 ألو اللي المجا مجا. في جلس حاط الله في جلس. بالله؟ أي. ناس كيف حالكم؟ والله وصلت طيب احمد الله. وصلت بخير هذه دخلتي. الا والله تقول بدر تجيني وحا، الناس زي الجو صعب خلاص والله، وبار ثقيل ودخاخين وحاجات صعبة خلاص. هاي. نعم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سلم عليك. الله يسلم عليها. كلمتها كلمتها. نعم 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 بالحيل بالحيل مع السلامة. الله يسلمكم الله يبارك فيكم شكرا. لا تذكرت اجيب 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 ده نضرب البلد الثاني؟ اجيب اجيب لا اجيب اجيب. ايه اجيب 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 بس اي ترى اجيب اجيب بسم الله. ان شاء الله تجي ان شاء الله تجي. حد الله في جلس ما شاء الله. انا اناس لا حول ولا قوه الا بالله. ما طولنا منكم طوله شديده خلاص. نعم لكم طيبين والله في امان الله البلد كلها بخير والله. نحمد الله والله ونشكر فضله نعمه شديده خلاص والله. انت مش جاي منه مزي؟ نعم. اسكت اسكت في جديد بعيد اسكت. هاي انا جيت هنا مع ناس جمال. والله الان ما في نقوحة شديدة خلاص، الناس زي الجو وما نفع معاي. اها انتوا هناك كيف عليك الله عندكم غبار مثل غبارنا ذا؟ ها زول
تجي كلها بلاط كلها زلط كلها عمارات ما شاء الله. انا والله في جدكم دي منساه وحياة اسم الله، الا النمره كاتبها عندي هنا في الورقه، كل ما اجي اضرب بطلع الورقه بضربها منها. بالحيل اها الزحمه العربات عندكم كثيره مثل الناس جمال هنا. هذا رقع العربات كنت ولا الحبه يضرب وينك؟ عربات كثيره خلاص. جمال ده بيزعل فيني، اظن ده يسلم عليك، قال لك في جدكم اسم شنان، انا والله بنساه. عندها اسم كذا قميص كذا فيه سين كثيره خلاص. ساس كنساس 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 زي وين اجينا؟ كنساس؟ كنساس ايوه كنساس. هذا الناس كنساس طيبين؟ عليك الله سلم عليهم يا اخي. ماكم قاعدين معانا اخواننا. دقيقة اسلم عليهم؟ دقيقة اسلم عليهم. ما اسلم عليهم. هل انتم ما ضيوف عندهم؟ دقيقة اسلم عليهم ممكن؟ والله ناس كريمين ظنيت. دقيقة اسلم عليهم ممكن؟ اسلم عليهم بس. جمال بدي اسلم عليك اكيد. خليك معاي في الخط، ما تكفي. خليك معاي. السلام عليكم. دار وين انت كنت؟ امريكا امريكا. دار امريكا بتلفوني؟ دولي؟ ها امريكا امريكا؟ ها؟ جمال؟ جمال؟ انت عارف انا مشتركه في صندوق بتاع الحل الوردي؟ عارفه بس الناس خالتي عملوا صندوق جديد وانا كنت داري اخش معاهم. رقم؟ 300 شعر؟ أي. طيب اوكي جدا. انا كنت متاكد انك حتقول كده. يا جمال بس في حاجه بايخه ثاني شويه والله ما عارفه اقول لك كيف. انا قوليها قوليها. محمد ودعمي طبعا قالوا شو الحمد لله الحمد لله بس حيقعد معانا هنا في بيتنا. انت طلقانه. انا كنت متاكد انك حتقول لي كده.